السلام عليكم. راح نتكلم عن الاكونتنج سيكل، الدورة المحاسبية. طبعا الدورة المحاسبية الاكونتنج سيكل عبارة عن سيستم، عن نظام، مثل اي نظام فيه انبوت مدخلات، وفيه تريتمنت معالجة، وفي اوتبوت مخرجات. نحن راح نقسم خطوات الاكونتنج سيكل على حسب هذا النظام، خطوات تتعلق بالانبوت بالمدخلات، وخطوات تتعلق بالاكاونتنج تريتمنت المعالجه المحاسبيه، وخطوات تتعلق بالاوتبوت المخرجات. طبعا التقسيم هذا راح ناخذه في دروس قادمه، الان راح ناخذ فكره عامه عن الدوره المحاسبيه الاكاونتنج سيكل. اول شيء في الاكاونتنج سيكل، اول خطوه هي خطوه الاناليسيز، التحليل. ونقصد بالتحليل عندما نصادف عمليه نحللها، هل هي مالية أم غير مالية؟ إذا كانت العملية مالية راح تدخل في النظام، إذا لم تكن مالية ما راح تدخل في النظام، لأننا كمحاسبين يهمنا البيانات المالية. طيب بما أنها بيانات مالية وتدخل في النظام، إذا راح نكمل باقي التحليل. راح نشوف الحسابات المتأثرة من هذه العملية، ونشوف ايش هو الاثر اللي سببته هذه العملية على هذه الحسابات، وفي النهاية نستنتج الديبت اكاونت الحساب المدين، والكريدت اكاونت الحساب الدائن. طبعا كل خطوة في لها بيانات يجب ان نوصل اليها. في خطوة الاناليسز، البيانات المراد الوصول اليها هي الديبت اكاونتينج والكريدت اكاونتينج، الحساب المدين والحساب الدائن. خلاص لما نوصل للمعلومة هذه أو البيانات هذه، خلاص تصير جاهزة للاستخدام في الخطوة الثانية. الخطوة الثانية وهي خطوة الجورناليزينج، ونقصد بالجورناليزينج تسجيل القيود الانتريز في الجنرال جورنال، في اليومية العامة. طبعا لا يمكن تسجيل القيود إلا بمعرفة الديبت اكاونتينج، الديبت اكاونت والكريدت اكاونت. طيب بعد التسجيل يصير عندنا الجنرال جورنال، نستخدمه كبيان للعملية الثالثة، وهي عملية البوستنج تو ليديجر، الترحيل إلى دفتر الأستاذ. نأخذ هذه العمليات ونرحلها إلى الليديجر، إلى الحسابات الخاصة في الليديجر، وبعد كذا نرصد الحسابات حتى نتوصل للبالانس لكل أكاونت، للرصيد لكل حساب. لما يتوصل لي الرصيد بكل حساب، يعتبر هذا بيان جاهز للاستخدام في الخطوة التالية، اللي هي الخطوة الرابعة، خطوة التريال بالانس، ميزان المراجعة. نأخذ هذه الأرصدة وننقلها في التريال بالانس. بعد كذا راح نتوقف عند التريال بالانس، لأن في خطوة بعد التريال بالانس وهي خطوة الأجستينج انتريز. طبعا هذه الخطوة تتوقف على هل هنالك عملية تحتاج إلى adjusting تسوية، أو لا توجد عملية تحتاج إلى تسوية. طبعا إذا توجد عملية تحتاج إلى تسوية، تحتاج إلى adjusting، راح نعمل هذه الخطوة والخطوة اللي بعدها. إذا ما في، راح نتفادى هذه الخطوتين وننتقل إلى الخطوة السابعة. بفرض أن هنالك عملية تحتاج إلى adjusting، راح نعمل لها adjusting ونسجل ال adjusting entries، قيود التسوية اللي هو في الخطوة الخامسة، ونقوم بترحيلها بالبوست تو ليديجر الى دفتر الاستاذ، طبعا في نفس الخطوة الخامسة. وبعد كذا بعد اخذ البالانس لكل اكاونت، راح ننتقل الى الخطوة السادسة. الخطوة السادسة اعداد trail balance، adjusting trail balance، ميزان المراجعة المعدل او ميزان المراجعة بعد التسوية. بعد كذا خلاص يصير عندنا adjusting trail balance، ميزان المراجعة المعدل او ميزان المراجعة بعد التسوية، بيان جاهز للخطوة السابعة، وهي خطوة الفاينانشال ستيتمنت، وهي اعداد القوائم المالية. من واقع التريال بالانس، طبعا بعد الادجستنج، اذا كان في ادجستنج، اذا ما في خلاص التريال بالانس السابق
من هذا الواقع راح ناخذ البيانات المتعلقه بالفاينانشال ستيتمنت. طبعا الفاينانشال ستيتمنت تتكون من البالانس شيت، قائمه المركز المالي، والانكم ستيتمنت، قائمه الدخل، و ستيتمنت اوف كاش فلو، قائمه التدفقات النقديه. طبعا هذه المعلومه المهمه التي يجب ان نتوصل اليها. بعد كذا في خطوتين مهمتين لكل منشأة لازم تعملها، وهي عملية الـ Closing Entries، قيود الإقفال. طبعا قيود الإقفال هذه الـ Closing Entries تتعلق بالـ Income Statement، بالـ Revenues والـ Expenses، بالإيرادات والمصروفات. بعد عملها راح ننتقل إلى الخطوة التاسعة، وهي خطوة التريال بالانس. طبعا التريال بالانس هنا راح نعمله بعد الكلوسنج انتريز، بعد قيود الاقفال. وكذا نكون انتهينا من الدورة المحاسبية بشكل عام. طبعا راح نلاحظ اننا عملنا ثلاثة تريال بالانس، تريال بالانس بعد البوستنج تو ليديجر، وتريال بالانس بعد الادجستنج، وتريال بالانس بعد الكلوسنج. طبعا اللي لازم تكون متواجدة في الاكاونتنج سيكل هي التريال بالانس بعد البوستنج تو ليديجر، والتريال بالانس بعد الكلوسينج. اما بالنسبة للتريال بالانس بعد الادجستنج، هذا يتعلق بعمليات الادجستنج. اذا في عملية ادجستنج راح نعمل التريال بالانس بعد الادجستنج، اذا ما في راح نتفادى الخطوة الخامسة والخطوة السادسة وننتقل الى الخطوة السابعة، وهي الفاينانشال ستيتمنت. اتمنى اني اكون افدتكم بهذه المعلومه البسيطه، وان شاء الله نلتقي في الدروس القادمه وراح ناخذ الاكاونتنج سيكل بالتفصيل. ولا تنسوا السبسكرايب.